بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 9435. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لمن لا حمد إلا حمده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الحضور، نلتقي في هذه المناسبة الكريمة والتي تعودنا عليها كل عام لتجديد العهد وتوثيق الصلة ببيوت الله في الأرض، ولتذكير المسلمين بتعاليم الدين وترشيد الصحوة الإسلامية وتوجيهها للعمل الهادف البناء على مستوى الفرد والجماعة. فالمسجد إخواني في الله جامع وجامعة، وضع له القواعد سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بوحي من رب العالمين، فكان منطلقاً للتشريع والتعليم والتربية والفكر والقيادة والجهاد، وكان له أبلغ الأثر في بناء حياة الإنسان المسلم وإعداده للدار الآخرة. ويكفي المسجد فخراً أنه مدرسة خير البرية ومعلم الإنسانية وأستاذ البشرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تلك المدرسة التي تخرج فيها المصلح العظيم أبو بكر الصديق، والزعيم الملهم عمر بن الخطاب، والجواد الكريم عثمان بن عفان، والعبقري الفذ علي بن أبي طالب، والقائد العسكري المحنك خالد بن الوليد، والمحدث الجليل أبو هريرة، والزاهد الورع أبو ذر، والمفتي الخبير عبد الله بن عمر، والمفسر القدير عبد الله بن عباس، والمفكر البارع سلمان الفارسي، والداهية الدهياء عمرو بن العاص، والشاعر المبدع حسان بن ثابت، والخطيب المصقع ثابت بن قيس، وغيرهم من الصحابة الكرام الذين لم يتلقوا تعاليمهم بين أروقة الجامعات الشرقية أو الغربية، وإنما تلقوها في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي قال فيه الحق سبحانه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. هؤلاء ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم هم خريجو مدرسة النبوة، الذين حولهم المسجد من رعاة للغنم إلى قادة للأمم، ومن عباد للحجر إلى سادة للبشر، رضي الله عنهم ورضوا عنه. حول هذا الموضوع يتحدث إلينا أحد خريجي المسجد وأحد أبرز الفرسان في ميدان الدعوة إلى الله والتعليم في بيوت الله، واحد من أصحاب الفكر السليم والأدب الأصيل، واحد من أهل الحب والإيمان والطموح، إنه فضيلة الشيخ الداعية عائض بن عبد الله القرني، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيراً بصيراً، وتبارك الذي جعل في السماء بروجاً وجعل فيها سراجاً وقمراً منيراً، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفةً لمن أراد أن يذكر وأراد شكوراً. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هدى به الله الإنسانية، وأنار به أفكار البشرية، وزعزع به كيان الوثنية، وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. نعم، عنوان المحاضرة مكانة المسجد في الإسلام، وهي تحمل الرقم 9 بعد 300، وأسأل الله أن ينفع بها. وقبل أن أبدأ أزف الشكر لأهله ولذويه، وعلى رأسهم رئيس هذا النادي الأستاذ النبيل والأديب محمد بن عبد الله الحميد، أثابه الله وحفظه وحفظ أعضاء النادي والحضور وكل مسلم.
ومعذرة إن ند بيان أو تلعثم لفظ سيدي علل الفؤاد العريلا وحيني قبل أن تراني قتيلا إن تكن عازما على قتل روحي فترفق بها قليلا قليلا. قبل أن أبدأ في عناصر عندي وثيقة عن المسجد أقرأها قراءة ثم أبدأ أتحدث معكم عن أسرار المسجد في الإسلام. لنا نحن المسلمين مع المسجد أسرار وأخبار، لنا معه ذكريات وأمنيات. سلوا المسجد من الذين ضوعوا جنباته بالتسبيحات وأضاءوا جوفه بالعبادات وسجدوا على جبينه 5 مرات، سيقول المسلمون. سلوه من الذي فجر من جنابه الكلمة الحية والموعظة الحسنة والخطبة المتأججة، من الذي صاغ من على منبره منهج الأجيال وأذكى من على محرابه الإيمان في قلوب الرجال وغرس من روضته دوحة الإفضال، سيقول المسلمون. سلوه من الذي أباد من على منارته الإلحاد ونشر من على قبته العدل بين العباد ونادى العقل للحياة والطموح والجهاد، سيقول المسلمون. عاش رسولنا صلى الله عليه وسلم في المسجد خطيبا يبعث من الصحراء أمة ومن الأمة جيلا ومن الجيل قادة ومن القادة شهداء لله في الأرض. يقول القاضي الزبيري شاعر اليمن: ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفائي. عاش صلى الله عليه وسلم يصنع في المسجد من العبارات دررا ومن الكلمات ثمرا. يقول شوقي: وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء. وعاش صلى الله عليه وسلم في المسجد معلما يفتح البصائر على العبر ويحرر العقول من الأوضار ويسكن القلوب بمعين الحكمة والهداية. وعاش صلى الله عليه وسلم في المسجد قائدا يرسل كتائب الإيمان وينظم جيوش الحق تنسف ركام الباطل ويربي الفاتحين ينقذون الدنيا من أتباع الشيطان. وإنها تعجبني أبيات للبردوني: ولو أنه هو لا يعجبني وأبرأ إلى الله منه ومن منهجه وأسأل الله أن يجازيه بعدله، ولكنه تفوق أيما تفوق في قصيدته وهو يروي عبرة الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد وانطلاقه من المسجد وسيرته صلى الله عليه وسلم في المسجد. يقول من أبيات: بشرى من الغيب ألقت في فم الغار وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار، بشرى النبوة طافت كالشذا سحرا وأعلنت في الدنا ميلاد أنوار، وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار. إنه رسول الهدى. ثم يقول له البردوني بعاطفة القومية التي لا تكفي صلة بيننا وبين صاحب المسجد، إذ لا بد لنا مع صاحب المسجد من عقيدة إياك نعبد وإياك نستعين. القومية وحدها ليست صلة، كما يقول البردوني، يقول: نحن اليمانين يا طه تطير بنا إلى رواب العلا أرواح أنصاري، إذا تذكرت عمارا وسيرته فافخر بنا، إننا أحفاد عماري، أنا ابن أنصارك الغر الأولى، سحقوا جيش الطغاة بجيش منك جباري. على كل، أبدأ في العناصر. وها قبل أن أبدأ أحب أن أبين أن هناك فصول تحدث فيها القرآن عن المسجد وما هي مهمته. ورسولنا صلى الله عليه وسلم روى بسيرته وبحكمته وبموعظته مهمة المسجد في الناس. ثم أتعرض لكلام أهل العلم والأدباء. يقول سبحانه: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ما هي عمارة المسجد؟ قال أهل السنة: تحصل عمارة المسجد بأحد أمرين، إما ببنائها لقصد وجه الله عز وجل، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى له الله قصرا أو بيتا في الجنة. والثاني عمارتها بالتسبيح،
والتحميد والتهليل والصلاة، وهم عمار المساجد عباد الله عز وجل. نحن لا نعيش المساجد أسبوعاً واحداً، بل العمر كله والدهر أكمله والزمن مطلقه، لأننا أمة تعلقنا بالمسجد وانبعثنا من المسجد. قال سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. من هم الذين يسبحون؟ أولياء الله، أهل لا إله إلا الله، أهل الرسالة الخالدة، الذين يفتحون العقول قبل الحصون، والذين يبنون في القلوب منائر من الحق، هم أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. أما الذي لا يعرف المسجد ويتعرف على البارة ويقاطع بيت الله ويعرف المقهى اللاهي فليس من الله في شيء. يقول العربي الأول سحيم بن وثيل: فإما أن تكون أخي بصدق فأعرف منك غثي من سميني، وإلا فاطرحني واتخذني عدواً أتقيك وتتقيني، فإني لو تخالفني شمالي ببغض ما وصلت بها يميني، إذا لقطعتها ولقلت بيني، كذلك أجتوي من يجتويني. والمساجد قسمان: مسجد بني إخلاصاً وصدقاً لوجه الله عز وجل وأهله المأجورون، ومسجد الرياء وسمعة وصد عن منهج الله. قال سبحانه عن مساجد الضرار، عن التي تصد أولياء الله عن الشعارات الزائفة التي يدعيها بعض الكيانات وهم كاذبون في دعواهم، يقول: لا تكن فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم يقول جل اسمه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. محمد إقبال دائما أكرر شعره لأن فيه إيمانا وحبا وطموحا. وغدا إن شاء الله سوف تكون في كلية الشريعة محاضرة بعد صلاة المغرب عنه. والمقصود هنا ماذا قال عن المساجد. هذا الرجل له قصيدة ترجمها أبو الحسن الندوي وأشار إليها نجيب الكيلاني، بحث في بون، كان يدرس الفلسفة هناك وكان مؤمناً يحمل إياك نعبد وإياك نستعين، بحث عن مسجد فما وجد في بون مسجد، فنظم قصيدة اسمها بحثت عنك يا رسول الله في ألمانيا. يقول: يا رسول الله ما وجدتك أين أنت؟ هو يدري أنه في المدينة. أتسأل عن أعمارنا؟ أنت عمرنا وأنت لنا التاريخ، أنت المحرر، تذوب شخوص الناس في كل لحظة وفي كل يوم أنت في القلب تكبر. قال: ما وجدتك يا رسول الله، أين أنت؟ بحثت عن مسجدك فما وجدته في بون، وجدت الناطحات والسيارات والقاطرات والشاحنات والبنات، ولكنني ما وجدت من أنزل عليه الآيات البينات. وعبد الوهاب عزام يترجم هذا الكلام يقول: أرى التفكير أدركه خمول ولم تبق العزائم في اشتعال، وأصبح وعظكم من غير نور ولا سحر يطل من المقال، وعند الناس فلسفة وفكر ولكن أين تلقين الغزال، وجلجلة الأذان بكل حي ولكن أين صوت من بلال، منائركم علت في كل ساح ومسجدكم من العباد خالي. إن حضارته عليه الصلاة والسلام التي أقامها لا تقوم إلا على المسجد، ولا تصلح إلا في المسجد، ولا يكون لها نور إلا بالمسجد. أولاً من معالم المسجد في حياته عليه الصلاة والسلام أن منه الانطلاقة الكبرى للرسالة الخالدة، إذ انطلقت من المسجد. أول ما وصل عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وضع حجر الأساس إذاناً بافتتاح المسجد، فجعله عليه الصلاة والسلام جامعة كبرى للعقائد، للأخلاق، للسلوك، للآداب، للشعر، للخطابة، للطموح. يقول الأستاذ علي الطنطاوي، وأنا أحب أدب هذا الرجل، وهو إذا كتب أحسن منه ألف مرة إذا تكلم، وما سحره إلا في كتابته. يقول: مبادئنا تعلن كل يوم خمس مرات من على مآذن المسجد، ليس عندنا ألغاز ولا أحاجي ولا ألغام، وإنما عندنا مبادئ واضحة ربانية، نحن جامعة
معنا في المسجد نرسل الشعاع للعالم أو كما قال. ويقول بعد المسجد: سلوا كل سماء في السماء عنا، وسلوا كل أرض في الأرض عنا، من الذي حرر العقل من وهق الخرافة؟ سيقول المسلمون. إلى مقالة طويلة قالها: لا شلت يده في فضل المساجد وفي مكانتها في الإسلام. والمقصود هنا: أمهمة المسجد تنحصر في 5 صلوات ثم يغلق؟ أمهمة المسجد أن يبقى لصلاة الجمعة مرة في الأسبوع؟ أمهمة المسجد أن يجتمع الناس دقائق معدودة ثم ينتهون؟ لا، إنه أكبر من ذلك، إنه تفجير الطاقة. ولذلك تجدون المستشرق المجري المجرم جولد الصهير، ويسمونه زهير لأنه عرب، هذا اسم أبيه، صاحب الهجوم على السنة، والذي رد عليه أبيرية برد أقبح من فعل ذاك. يقول: ما زال المسلمون في قوة ما دام معهم القرآن والمسجد. والرسول عليه الصلاة والسلام يخبرنا بفعله ما هي مهمة المسجد في الإسلام. أولاً: أنه جامع علمية. أولاً: بعث عليه الصلاة والسلام معلماً. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الحديث. ويقول له سبحانه: وقل رب زدني علما. إذن هو المعلم، والله يقول له: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يدخل المسجد كما في صحيح البخاري فيجد حلقتين، عفوا، حديث أبي واقد الليثي في البخاري، لكني أقصد هذا الحديث الذي في السنن، يجد حلقتين: حلقة يدعون الله ويسألون الله ويتضرعون إلى الله، وحلقة أخرى يطلبون العلم ويسألون أسئلة للعلماء. قال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء العباد يدعون الله إن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم، وهؤلاء يتعلمون العلم، وإنما بعثت معلما. ثم جلس معهم عليه الصلاة والسلام. إذن دعوته هي العلم، ورسالته تنبني على العلم لكن بالإيمان. وقال: الذين أوتوا العلم والإيمان، علم بلا إيمان يسمى علمنة لا دينية، وهي مذهب ضال رعديد، سوف أبين لكم وأنتم تعرفون هذا دور العلمنة في فصل الناس عن الدين وعن المسجد وعن المصحف وعن التسبيح وعن الكعبة وزمزم. دور العلمنة يوم تصورت أن الدين يحارب العلم كما وجدته في الكنيسة، وهذا خطأ. العلم بلا إيمان كفر بالله، وأول من أدخله في المشرق مصطفى كمال أتاتورك عليه غضب الله، وتبعه صنف من الناس كثير ساروا على منهجه في فصل المسجد عن الأمة، وقالوا: ما لله لله وما لقيصر لقيصر، وليس للمسجد دخل في شؤون الناس، ولا تتحدث عن شؤون الناس في المسجد، إنما تحدث في المسجد عن التيمم والحيض والغسل من الجنابة والسواك، لكن لا تتحدث عن الاقتصاد ولا عن الشباب ولا عن مشكلة العالم ولا عن المال ولا عن الاجتماع في المسجد. وهذا خطأ صراح، وسوف يكون لنا تعريجه. والرسول صلى الله عليه وسلم أكثر حلقات وتعليمه في المسجد، جلس كما في صحيح البخاري بين الناس، وكان أبيض أمهق مرتفق، الأبيض الأمهق الذي مشوب بحمرة، والمرتفق المتكئ. فدخل ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر من الطائف على ناقة فعقلها في آخر المسجد وتخطى الصفوف، قال: أين ابن عبد المطلب؟ يقصد رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. فقال له الناس: ذاك هو الرجل الأبيض المرتفق رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: يا ابن عبد المطلب، هو ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وجد عبد المطلب، لكن جده كان عند العرب أشهر من أبيه، حتى يقول في المعارك: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. قال: قد أجبتك. قال: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. قال: سل ما بدالك. وظن أن السؤال فرعي أو جزئي، لكنه سؤال جملي مطلق عام. قال: يا رسول الله. قال: نعم. قال: من خلق السماء؟ قال: الله. قال: من بسط الأرض؟ قال: الله. قال: من نصب الجبال؟ قال: الله. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أرسلك إلينا رسولا؟ فتربع وقال: اللهم نعم. قال: أسألك بمن رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال، الله أمرك أن تأمرنا ب5 صلوات في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم.
فأكمل أركان الإسلام ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أنك رسول الله، والله لا أزيد على ما سمعت ولا أنقص، أنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. ثم تولى وركب ناقته فقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. إسلام بسيط سهل، وقد تعرض له سيد قطب لهذا الحديث وشرح شرحا وافيا، وقال إن هذا الإسلام هو الذي ناسب العالم، ولذلك هذا الدين يكتسح العالم وهو الفجر الجديد، ولكنه لا ينطلق إلا من المسجد كما انطلق لأول يوم. جعل الرسول عليه الصلاة والسلام المسجد المنتدى الرحب لاستقبال الوفود ورسل الملوك وممثل القبائل، كل وفد يستقبله صلى الله عليه وسلم في المسجد، لأنه المكان المناسب لتبادل الرأي وللشورى وللحكمة وللأخذ وللعطاء. بل أكثر الوفود ما وفدت عليه صلى الله عليه وسلم إلا وهو في مسجده صلى الله عليه وسلم. وفد عبد القيس وفدوا عليه وهو جالس بعد صلاة العصر، قال: من الوفد؟ والرواية عند مسلم من حديث ابن عباس قال: من القوم؟ وقيل: من الوفد؟ قالوا: من ربيعة. قال: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. خزايا جمع خزيان، وندامة جمع نادم أو ندمان. قال: إني آمركم. ثم سرد لهم صلى الله عليه وسلم أمور الإسلام، ثم ودعهم من المسجد، وجلس عليه الصلاة والسلام طيلة عمره أغالب أوقاته في المسجد يعلم ويخطب ويفتي ويتكلم ويرشد ويعقد الرايات كما سوف يأتي، ويدير شؤون الأمة الإسلامية من مسجده صلى الله عليه وسلم. يقول كريسي موريسون أمريكي هذا مطلع وكاد أن يسلم، لكن ما أدري ماذا حدث له، في كتاب الإنسان لا يقوم وحده، يقول: ليس العجب من محمد أن يبعث نبياً، فقد بعث الله أنبياء قبله، ولكن العجب أن يبقى 40 سنة لا يتعلم ثم يخرج إلى الناس فهو أخطب خطيب وأفتى مفتي. إنها حكمة الله، والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذا كريسي موريسون يقول، وتعرض له سيد قطب يقول: ما للنحلة تغادر خليتها وتذهب ثم تعود برحيق الزهر، من الذي علمها إلى تعود إلى خليتها؟ عندها أوريال؟ قال سيد قطب: ليس عندها أوريال، ولكن عندها: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وهذا إنما هو استطراد، ولكن المقصود أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج للناس هكذا، ثم أصبح في المسجد فإذا هو أعلم الناس: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. لو كنت تكتب قالوا كتبت القرآن، ولو كنت تقرأ قالوا قرأت صحف الأولين، ولو كنت تقول الشعر قالوا نظمت كتاب الله، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لكنك أتيت أميا للأمة الأمية فأخرجتها من صحراء الوثنية والتخلف، صحراء الإبل والبقر والغنم، إلى ضفاف دجلة والفرات، وإلى قرطبة وسمرقند وطاشقند والسند، يهللون ويكبرون ويسبحون بحمد الله. أليست هذه معجزة؟ بل هي أكبر معجزة في تاريخ الإنسان. يقول محمود غنيم: أتطلبون من المختار معجزة يكفيه شعب من الأموات أحياؤه؟ ليس المعجزة فقط في أن تحول الطعام القليل إلى كثير، أو تفجر من الصخر ماء، لكن المعجزة الكبرى أن تخرج أمة أمية تتقاتل على موارد الشاه إلى أمة تتكلم على ألسنة الدهر وتخطب على منابر التاريخ. هذه أعظم معجزة له عليه الصلاة والسلام. يقول شوقي: أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم. والمقصد إن كان عيسى عليه السلام أحيا ميتا بإذن الله، فأنت أحييت ملايين مملينة وانطلقوا من المسجد، فما من منارة في الدنيا يذكر عليها الله ويؤذن إلا واسم الرسول صلى الله عليه وسلم معه. يقول مجاهد بن جبر مفسر مكة رحمه الله في قوله سبحانه وتعالى: ورفعنا لك ذكرك، قال: ما ذكرت إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. وقال حسان: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. فذكره دائما يدوي عليه الصلاة والسلام من على المنائر. واستقبل عليه الصلاة والسلام في المسجد الشعراء، وهذا في مقام الأدب.
جعل صلى الله عليه وسلم من المسجد روضة للأجر والثواب. يقول صلى الله عليه وسلم في الصحيح: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا في الجنة كلما غدا أو راح. وقال في الصحيح عليه الصلاة والسلام: ما جلس مؤمن ينتظر الصلاة إلا كان في صلاة تقول له الملائكة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث. ويقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهرا يغتسل منه كل يوم من 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا والذنوب. ويقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا والذنوب؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: انتظار الصلاة بعد الصلاة، وكثرة الخطى إلى المساجد، الأذان وانتظار الصلاة بعد الصلاة وكثرة الخطى إلى المساجد، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. قال الحسن البصري: أيها المؤمن، لن تعدم من المسجد 5 فوائد: أولها مغفرة من الله تكفر ما سلف من الخطيئة، وثانيها اكتساب رجل صالح تحبه في الله، وثالثها أن تعرف جيرانك فتتفقد مريضهم وفقيرهم، ورابعها أن يكف سمعك وبصرك عن الحرام، وخامسها أن تسمع آية تهديك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا القرآن ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. كان المسجد في عهده صلى الله عليه وسلم منبرا للخطابة وإحياء الكلمة المؤثرة. من أفصح من تكلم بالذات؟ محمد عليه الصلاة والسلام. من الذي يجيد ويحبك الكلمات إلا هو صلى الله عليه وسلم؟ من معجزاته البلاغة. رجل عاش بين جبال مكة، لا قرأ ولا كتب ولا تتلمذ ولا دخل كتاتيب ولا على شيخ ولا جامعة ولا مدرسة، ثم يخرج للتاريخ وللعالم وللدهر بعد 40 فيتكلم بأفصح عبارة. أليس هذا هو العجب العجاب؟ يقول صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارا. وفي حديث عمرو بن العاص الحسن قال: أوتيت مفاتح الكلم وخواتمه، فواتحه وخواتمه. وأي كلمة؟ يقول أهل العلم من علماء الحديث، وذكر السباعي في السنة ومكانتها في التشريع، يقول: إن من ميز هذا العلم الحديث عند أهل السنة أنه لا يستطيع أن يقول العبارات إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل حديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من يستطيع أن يقول مثل هذه العبارة؟ حديث: احفظ الله يحفظك، حديث: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، لا يستطيع إلا هو عليه الصلاة والسلام. بالله لفظك هذا سال من عسل، أم قد صببت على أفواهنا العسل، أم المعاني اللواتي قد أتيت بها أرى بها الدر والياقوت متصلا. من رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، أو من مهمة المسجد في عهد عليه الصلاة والسلام، أنه ناد أدبي يؤمه رواد الشعر وأبطال القافية. جعله صلى الله عليه وسلم، مع أنه للعبادة وللخطابة ولاستقبال الوفود، جعله ناد أدبي يتحرر فيه الإنسان من قيود النثر أحياناً وينطلق مع النظم. كان صلى الله عليه وسلم يقرب المنبر لحسان من خشب ويقول: أهجهم روح القدس يؤيدك. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بجانب المنبر: كيف أنت وكفار قريش؟ يعني في الهجو. قال: معي يا رسول الله لسان لو وضعته على حجر لفلقه، ولو وضعته على شعر لحلقه. ثم ينطلق بالقافية. وعند البخاري أن عمر رضي الله عنه مر بحسان وهو ينشد في المسجد فلحظ إليه، فغضب حسان وقال: كنت أنشد وفيه من هو خير منك؟ يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أبو هريرة: نعم، يؤكد ذلك. ووقع في عهد عليه الصلاة والسلام حوار أدبي ومفاحمة بين بني تميم وبين حسان، وفدوا 7 وقيل 8 معهم الزبرقان بن بدر، وحدث هناك صراع في حلبة من الشعر، وغلب شاعر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد، وغلبه خطيبه غلب خطيبهم في المسجد، وانتصر عليه الصلاة والسلام في عالم الأدب كما انتصر في عالم الشجاعة والميدان. من مهمة المسجد أن يكون تربية للقادة العسكريين وللأبطال المنازلين ولشباب الإسلام الفاتحين. كان عليه الصلاة والسلام يعقد الرايات من على المنبر،
وكان يعلن الحرب من على المنبر، ولبس الخوذة يوم الجمعة على المنبر، وأخبر أن أبا سفيان قد هدد المدينة وأعلن الحرب عليه. هذه الأساليب العصرية يقولها مثل صاحب كتاب الرحيق المختوم في سيرة النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام للمبارك فوري، وهو كتاب جيد وأخذ الجائزة العالمية في السيرة، وأحسن كلما الإحسان. الأسلوب الطريف هذا الذي لا يتطور ليصبح البياض برصة كما فعل بعض الناس، لكنه معتدل بأسلوب العصر. يقول مثلا من هذا: الرسول عليه الصلاة والسلام يعلن الحرب على أبي سفيان من على المنبر، الرسول صلى الله عليه وسلم يعلن حالة الاستنفار في المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع بكبار أصحابه في مجلس شورى مغلق، أبو بكر يعلن سياسة حكومته الجديدة، عمر بن الخطاب يصدر مرسوما أوليا بعزل خالد. هذا أسلوب عصري. أما الأسلوب الذي أشير له بعض المحاضرات وأرجو أن يكف عنه بعض الناس، وهو امتهان العبارة الشرعية، مثل أحد الخطباء في شريط يقول: الرسول عليه الصلاة والسلام اتصل باللاسلكي من بدر وقال: عاوزين 1000 مقاتل من الملائكة. فأصبح هذا أسلوباً مستخدم عند أهل العلم ولا يستخدم في هذا. قال: فنزلت فرقة الكمندوز يقودها جبريل، وهو قائد الفرقة 38 المتخصصة في النسف والإبادة والتدمير. فأهل العلم وقفوا من هذا وقالوا: لا، البياض إذا كثر أصبح برصة رويداً رويداً. الرسول عليه الصلاة والسلام جعل للمسجد حقوقاً على المسلم: أولاً تنظيفه وتطيبه. الأمة المنظمة والأمة النظيفة والأمة المهتدية هي الأمة الإسلامية، والصور التي توجد في هذا العصر ليس مسؤولاً عنها الإسلام، المسؤول عنها الذين لا يعرفون الإسلام أو ما تعلموا في مدرسة الإسلام أو ما عرفوا روح الإسلام. أما أن نخطئ وننسبه للإسلام فليس بصحيح. عند أحمد وأبي داود والترمذي بسند حسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تنظف وتطيب، الدور الحارات، يقول: دار بني عبد الأشهل ودار بني النجار ودار بني حارثة، يعني قراهم. فأمر به صلى الله عليه وسلم أن تنظف وتطيب. وكان لمسجده صلى الله عليه وسلم رجل اسمه نعيم المجمر، وقيل المجمر، يجمر المسجد كل جمعة بالأطياب والروائح الزكية، فتفوح فتنتشي النفوس وترتاح لبيت الله عز وجل. كان لمسجده صلى الله عليه وسلم مؤذن، مهمته أن يصدح بصوته كل يوم 5 مرات ليسمع الناس فيأتون إلى بيت الله عز وجل. بل كان له 5 مؤذنين عند كثير من أهل العلم لهم تخصصات. كان صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى تنظيف المساجد ويخبر أنها من أفضل الأعمال عند الله عز وجل. رأى صلى الله عليه وسلم بصاقاً في جدار مسجده مرة فغضب غضباً شديداً وحك البصاق وقال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، رواه البخاري. ودعا صلى الله عليه وسلم بخلوق بطيب وطيب بيده الشريفة مسجده. الثاني: أمر صلى الله عليه وسلم بتجنيب الحائض والجنب ومن في حكم المسجد. يقول علي بن أبي طالب عنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. ولذلك حتى مصلى العيد لا تدخل الحائض ولا الجنب إلا عابر سبيل للجنب، إذا عبر من باب لباب لغرض، كما قال سبحانه وتعالى: إلا عابر سبيل. أما الحائض فلا تقترب، لأن هذا مكان القداسة والسمو والخلود والطهارة. ومنع عليه الصلاة والسلام رفع الصوت وإزعاج المصلين، ومنع صلى الله عليه وسلم التشويش على القراء داخل المساجد أو المصلين أو المسبحين أو المتهجدين، انضباط وخشوع وخضوع. كان عمر رضي الله عنه وأرضاه جالسا في المسجد، فأتى رجلان من أهل الطائف فترافع الصوت في المسجد، قال: علي بهما. فأتي بها قال بهما، قال: من أين أنتما؟ قال: من أهل الطائف. قال: والذي نفسي بيده لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. وعمر إذا حلف حلف، في كف ذي نقمات قوله القيل. والسبب في ذلك أنهم أبعد عن معرفة الأحكام أو عن جزئيات الأحكام، فعذرهم بهذا الجهل. الرابع: تحريم البيع والشراء في المسجد، ليس فوضى وليس لعب، إنما وضع للتسبيح والالتقاء بالله. يكفي بقية 24 ساعة أن نمضيها في الأسواق وفي البيع والشراء والمكاتب والفصول والدنيا والحديد والتراب، ثم تبقى هذه الدقائق لنلتقي فيها بالله رب العالمين.
فتبقى خالصة لله. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه النسائي والترمذي: من سمعتموه يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لأربح الله تجارتك. وهذه سنة، وحملها أهل العلم على التحريم، فإن من باع واشترى في المسجد ارتكب أمرا محرما، لأنه خدش قداسة الشريعة وانتهك حرمتها وصيانتها. الأمر الخامس: تحريم نشدان الضالة فيه، فعند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سمعتموه ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. ويلحق بهذا مثل من يستوصف الناس أوصافا أو يتكلم في أمور خارجية، وألحق بعض العلماء الفضلاء من يدعو الناس للولائم داخل المسجد بل ينتظرهم حتى يخرجوا، لأنه يحول المسجد إلى فوضى. وبعضهم يقوم يخبرهم بمشروع زواجه، ومن هي القبيلة التي سوف يستقبلونهم، وكم يريد من العدد، محاضرة كاملة حتى يشوش على المصلين، وهذه هي الفوضى بعينها. وبعض الناس حول المسجد إلى روضة أطفال، كلما بذه أطفاله في بيته أتى بهم إلى المسجد، وهذا لا يسمح بها الإسلام أبدا. المسجد احترام، والمسجد انضباط، والمسجد تعليم، والمسجد خضوع وخشوع لله رب العالمين. ونهى صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحدود في المسجد، لما روى أحمد وأبو داود بسند فيه نظر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن تقام الحدود في المسجد أو أن يستقاد فيها. لا يجلد الزاني في المسجد، ولا يرجم المحصن الزاني في المسجد، ولا يجلد شارب الخمر في المسجد إلى غير ذلك أبدا، بل خارج المسجد حكم رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن هذه تأديب وتعزير وتطهير العصاة، والتطهير إنما يكون خارج المسجد كما قال بعض الفضلاء من الأجلة. السابع: عدم المباهاة بالزخرفة في بنائها. إن عمارة المساجد ليست بالبهرجان، وليست بهذه المظاهر الخلابة ولا النقوش المبهرجة، إنما عمارتها بأن تحيا بالعلم والصلاة والخشوع والخضوع. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن من علامات الساعة أن يتباهى الناس بعمارة المساجد ثم لا يعمرونها إلا قليلا، وهذا أمر تم وحصل وظهر للناس. وجلجلة الأذان بكل حي، ولكن أين صوت من بلالي، منائركم علت في كل ساح ومسجدكم من عباد خالي. وأصبح أحيانا موسم لبعض الناس أن يتباهى بإخراج ثرائه في ركوشات وفي زخرفة ما أنزل الله بها من سلطان. الثامن: سن عليه الصلاة والسلام للداخل المسجد تحية المسجد، تحية نافلة يتقدم بين يدي ربه سبحانه وتعالى، وهي ركعتان، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي قتادة في الصحيحين: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى أوجبها بعض أهل العلم. وأقام عليه الصلاة والسلام رجلا يوم الجمعة وهو يخطب جلس ولم يصلي، قال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وأوجز، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن العناصر لطائف عن المسجد، من اللطائف الرسول عليه الصلاة والسلام يربط أسيرا في المسجد، وهذا عند المحدثين جواز ربط الأسير ولو كان كافرا في المسجد، وجواز إدخال الكافر للتعليم لأن يسمع كلام الله في المسجد. واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن ثمامة بن أثال وهو سيد بني حنيفة أراد أن يهاجم المدينة، يهاجم الرسول عليه الصلاة والسلام، كان قائد بني حنيفة عنده جيش جرار، فسمع صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعدو عليه إن شاء الله، فأرسل عليه خالد أبا سليمان سيف الله المسلول: 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله مشعلها، وخالد في سبيل الله مذكيها، ما نازل الفرس إلا خاب نازلهم، ولا رمى الروم إلا طاش راميها. فصاده خالد كما يصاد الثعلب، وأتى به إلى المدينة وربطه في المسجد. وخرج عليه الصلاة والسلام على هذا السيد، وكان من جحاجه العرب، قال: يا محمد، إن تعفو عني تعفو عن ذي يد أو على شاكر، وإن تقتلني تقتل ذا دم. يقول: انتبه، إن عفوت عني سوف أحفظ جميلك، وإن قتلتني فلا تظن أن دمي سوف يذهب هبا، ورأي ألوف، مقصود الكلام. فترك عليه الصلاة والسلام وصدف عنه، وكان يسمعه آيات الله البينات في الصلوات: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. منطق العقل، منطق الحجة، منطق البرهان.
لا تضربه، لا تقتله، حتى تحاوره وتناقشه وتفهمه. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلما سمع كلام الله 3 أيام قال أطلقني يا محمد، فأطلقه، فذهب إلى النخل واغتسل وأتى وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. إذا كان من الحكمة أن يؤتى برجل ولو كافر ليسمع كلام الله، يسمع الخطبة، يسمع قراءة الإمام، فإن هذا جائز عند أهل العلم، نصوا على ذلك لحديث الصحيحين. والمقصد الأعلى في هذا أن نسمع الحجة الناس، أن نسمعهم كلام الله، أن نبلغ دعوتنا للناس. ترى ما قدمنا للبشرية، وهذا استطراد، لم نقدم لها شيء. نحن عشنا 2 قرن من الزمان ما قدمنا للبشرية شيء، ونحن عالة عليهم في عالم المادة. فالواجب أن نقدم لهم الإيمان، كما يقول كريسي ميرسون الأول، هذا يقول قدمنا لكم الثلاجة والبرادة والطائرة والصاروخ وما قدمتم لنا الإيمان. هم يريدون الإيمان، فأين من يقدم الإيمان؟ حتى الإبرة والطباشير مستوردة عندنا، والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. فيا ليت أن أجدنا في عالم الإيمان يوم نكصنا في عالم المادة، ولا يعني ذلك أن عالم المادة هو العلم المقصود. فالله يقول يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الثاني تمريض المريض في المسجد الحاجة، يعني إنما أبين أحكام لطائف وقعت وقد تقع أو لا تقع، لكن ليكن المسلم على بصيرة. يمرض المريض في المسجد وقد يداوى في المسجد. فاستدل أهل العلم بحديث الصحيح أن سعد بن معاذ رضي الله عنه الشاب الرائع البديع القوي المتصل بالله جرح، فوضعه صلى الله عليه وسلم في المسجد وزاره صلى الله عليه وسلم من قرب، فقال اللهم، يقول سعد بن معاذ، اللهم إن كنت أبقيت حربا مع رسولك لرسولك مع يهود فأبقني، وإن كنت أنهيت الحرب فاقبضني إليك. فثار جرحه ومات. تقول عائشة والذي نفسي بيده، وهذه يذكرها الذهبي في ترجمة السعد، والذي نفسي بيده إني كنت أعرف بكاء الرسول عليه الصلاة والسلام من بكاء أبي بكر من بكاء عمر من وراء الباب. وكان أبو بكر يقول وكسر ظهراه عليك يا سعد، وكسر ظهراه عليك يا سعد، لعمرك ما الرزية فقد مال ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن الرزية فقد شهم يموت بموته بشر كثير. هذا سعد اهتز له عرش الله لما مات، والحديث صحيح. قال حسان وما اهتز عرش الله من موت هالك سمعنا به إلا لسعد أبي عمري، وهو أوسي. تغالب الأوس والخزرج في مجلس، قال الخزرج منا 4 يحفظون القرآن، قال الخزرج منا من اهتز له عرش الرحمن فأسكتوهم. ثالثا الحبشة يلعبون بالحراب في مسجدي على الصلاة والسلام. هذا ليس حكما مضطردا، وينص عليه الغزالي وهو أجاد كل الإجاد أبو حامد صاحب الإحياء، وقال مثل من يرى سنة من السنن فعلها صلى الله عليه وسلم نادرا أو أجازها لحكمة في الدعوة أو في العلم، كمن مثل من رأى الحبشة أو سمع بهم أنهم لعبوا بالحراب في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مرة من الدهر، فكلما أتى المسجد أخذ حربه رقص قبل الصلاة قليلا ثم صلى، فإذا قلت له ما لك قال الحبشة رقصوا بالحراب. وهذا لا تسمى سنة مضطردة، بل هي مفاجأة وطارئة لحدث. ما هو الحدث؟ أراد صلى الله عليه وسلم أن يتألفه، أناس دخلوا في الإسلام لأول وهلة وأرادوا أن يتحفوا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم بشيء، فاجتمعوا صفين وأخذوا الحراب وأخذوا يرقصون ويقولون محمد عبد صالح محمد عبد صالح. هذا تحصيل حاصل، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من ذلك. هذا مثل شعر بعض الناس في المخيمات يقول رأيت الحق منهزما فليت الحق لم يهزم، أبرد من الثلج. فهو شعرهم هكذا يقول محمد عبد صالح محمد عبد صالح، فأشرف عليهم صلى الله عليه وسلم، وإذا عمر لم ير الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ يحسبهم بالحسباء، وكان قويا عمر في دين الله، قال صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر ليعلم يهود أن في ديننا فسحة. والمقصد من ذلك تأليف قلوبهم للإيمان. القضية أكبر من قضية اللعب. تأتي إلى إنسان يغني وهو لا يصلي، قال أهل العلم لا تتكلم له في الغناء لأن القضية أكبر من ذلك. أتى صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة وهم يعبدون الأصنام ويسجدون الأوثان ويشربون الخمر، أينهاهم عن الخمر في الحرم؟ لا. يقول ابن تيمية إن الطبيب، يروي شعر العربي لكن في هذه المسألة، يقول إن الطبيب إذا شكى من جسمه مرضين مختلفين داوى الأخطر، أو كما قال.
فالحكمة أن يبدأ بالأهم، والمقصود منها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركهم فسحة في المسجد فأخذوا راحتهم، فلما رأوا أريحيته أسلموا عن بكرة أبيهم. الأمر الرابع من المحذور في المساجد أن تتحول إلى المقابر كما فعل بعض الأمم والجاليات والشعوب، حولوها صراحة رأيناها جهارا نهارا، حولوا مقابرهم إلى المساجد وتوسلوا بالقبور وأشركوا في دين الله وقطعوا علائق التوحيد. يقول عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لماذا؟ لأنهم جعلوا القبر مكانا يصلى فيه، وهذا الإسلام بريء من هذا العمل. المسجد شيء والقبر شيء آخر، والأموات لا يملكون ضرًا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياة ولا حياة ولا نشورة، وإنما أتينا إلى المسجد لندعو حيًا قديرًا قويًا عالمًا يضر وينفع سبحانه وتعالى ويحيي ويميت. هذا ابن عربي صوفي دخل مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما أصبح عند الروضة قال سلم، قال: في حالة البعد نفسي كنت أرسلها تقبل الأرض عنكم وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. قال: فانشق القبر وصافحني. وهذا كذب وافترى على الله، لم يصافح رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، إنما هذا من الخزعبلات. والبرع شعر اليمن خزعبل كذلك يقول: يا رسول الله، يا من ذكره في نهار الحشر رمزا ومقاما، فأقني عثرتي يا سيدي في اكتساب الذنب في 50 عاما. فيقول الألوسي رادًا عليهم: تركوا الحي الذي يسمع النداء، هو أقرب إلى نداء القريب من القريب إلى القريب، ونادوا الميت الذي لا يسمع. فالمقصود في هذا تجريد التوحيد في المسجد، وسر رسالة المسجد أن تفرض العبودية لله. وللأستاذ علي الطنطاوي مقالة كذلك في المسجد، يقول: ميزة المسجد أنه يساوي بين الناس، فيأتي الخطيب يوم الجمعة فلا يقدم مقدمات للصفوف الأولى، لا يقول يا جنرال، ولا يقول يا أمير المؤمنين، ولا يا مهندس، ولا يا فخامة فلان، إنما الناس سواسية يتكلم لهم بقوة، ويجب عليهم أن يسمعوا وأن يصغوا لما يقول. ثم المسجد ميدان للشورى، يعني برلمان حافل لتبادل الآراء، والإسلام لا يقتل الكلمة. أنت رجل وأنا رجل، وأنت إنسان وأنا إنسان، علي أن أسمع منك وتسمع مني، فأجره حتى يسمع كلام الله في الكافر، فكيف بالمؤمن؟ قال ابن إسحاق: وقف عمر رضي الله عنه وأرضاه على المنبر يخطب الناس، فقال: أيها الناس، ما رأيكم لو صدفت عن الطريق هكذا؟ يعني ملت في العدل، ملت في الدولة، ملت عن الإسلام، عن الشريعة. فسكت الصحابة يعني هائبين ومقدرين لعمر رضي الله عنه. وقام عربي من آخر المسجد معه سيف بدوي، أو يمكن أول جمعة يصليها في التاريخ، فأخرج سيفه وقال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده، لو قلت عن الطريق هكذا لقلنا بالسيوف هكذا. لو كان هذه الكلمة قيلت لغير عمر لقال: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. فقال عمر: الحمد لله الذي جعل من رعيتي من إذا قلت عن الطريق هكذا قالوا بالسيوف هكذا. وروى أهل العلم كالذهبي وغيرها أنه قال مرة: يا أيها الناس اسمعوا وعوا على المنبر. قال سلمان: والله لا نسمع، والله لا نسمع، والله ولا نسمع. قال: ولم؟ قال: تلبس ثوبين وتلبسنا من ثوب ثوب، لأنه أتى بلباس من اليمن هدايا، فكان عمر طوالا، فأخذ ثوب ابن عبد الله، ثوب ابن عبد الله وثوبه، فقال عمر: رد عليه يا عبد الله. فرده عليه وقال: هذا ثوبي من بيت مال المسلمين، أعطيته أبي فلبسته مع ثوبه. قال سلمان: الآن قل نسمع وأمر نطع. واندفع عمر يتكلم. نعم، الحق شورى والحقوق قضاء. يا من يرى عمرا تكسوه بردته، والزيت أدم له، والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه، وملوك الروم تخشاه. أيها المسجد يا مأوى الحنين، فيك يا مسجد فجر المؤمنين، فيك أطياف الهدى قد سبحت، وسرى في قلبك الحب الدفين، وبلال الشوق نادى سحرا ادخلوها بسلام آمنين. يا مسجدا ما أجملك، ما خاب عبد أملك، إن تحمي عيني أن تراك، جعلت قلبي منزلك، القلب حن إلى رؤاك، نادى جنابك هيت لك.
منك يا مسجد الطموح انطلقنا كالضياء الجميل في الآفاق، ورسمنا خلودنا من معانيك وفي راحتيك أحلى العناق. صوتك العذب فينا هاونت أضحى يتهادى إليه أهل العراق. أشكركم شكرا جزيلا على استماعكم، وما بقي من وقت فللأسئلة، وأكرر شكري للنادي الأدبي الرائد الحافل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله فضيلة الشيخ عائض القرني خير الجزاء. أما الآن فمع بعض الأسئلة. السؤال الأول يقول: هل لفضيلة الشيخ أن يذكر لنا بعض المناظرات الأدبية التي حدثت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد؟ الحمد لله، حدث في عهد صلى الله عليه وسلم مناظرات عدة في المسجد، وأشهرها عند أهل السير وأهل التاريخ ما وقع بينه وبين بني تميم. وفدوا بسبعة أو ثمانية، منهم قيس بن عاصم المنقري هذا الشهير حليم العرب الذي يقول فيه الشاعر: عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يترحم، تحية من ألبسته منك نعمة إذا زار عن شحط بلادك سلما، وما كان قيس موته موت واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. فقيس وفد مع الوفد، ووفدوا بالزبرقان بن بدر عنده قصيدة عد لها من زمن، وعمر بن الأهتم معه خطبة. فلما وفدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسلموا. قالوا: لا نسلم حتى يغلب شاعرنا شاعرك، يغلب شاعرنا شاعرك، يعني نافرك، يعني نفاخرك. فقال صلى الله عليه وسلم: علي بحسان. فأتوا بحسان واجتمع الناس، فقام الزبرقان وقال: نحن الملوك، فلا حي يبايعنا، منا الملوك وفينا تنصب البيع، أو كما قال. فرد عليه حسان في الموقف نفسه وقال: إن الذوائب من فهر وإخوته قد بيّنوا سنة للناس تتبع، يرضى بها كل من كانت عقيدته تقوى الإله، وبالأمر الذي شرعوا فغلبه. ثم قام عمرو بن الأهتم فألقى خطبة فغلبه ثابت بن قيس بن شماس، فقال بنو تميم: غلب شاعرك شاعرنا وخطيبك خطيبنا. ثم أسلموا. السؤال الثاني: ما هي أقوال أهل العلم في إنشاد الشعر في المسجد؟ في هذه المسألة حديثان صحيحان، حديث مجيز وحديث يمنع، والجمع بينهما سهل. أما الحديث الأول في الصحيحين أن عمر لحظ إلى حسان وهو ينشد في المسجد فقال: كنت أنشد وفيه من هو خير منك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدق. وأحاديث أخرى ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم استمع الشعر في المسجد. والحديث الثاني الحسن الذي رواه أبو داود في السنن وذكره ابن حجر في الإصابة يقول عليه الصلاة والسلام: من رأيتموه ينشد في المسجد شعرا فقولوا فضل الله فاك. والجمع بينهما أن يقال: أما الشعر المأذون به فهو الشعر الإسلامي المنضبط المباح، وأما الشعر الممنوع فهو شعر الغزل المقيت والفحش والبذاء والهجو. فضيلة الشيخ، ما هو رأي الدين في إخفاء في إضفاء النقوش والكتابات والنحت في المساجد بقصد الزينة؟ الكتابة من داخل المسجد ليس لها أصل في الشريعة، وقد بحثت هذه المسألة حتى عند كثير من هيئة كبار العلماء، ولم يجدوا لها أصلاً عن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام، وإنما أدخلها في المسجد النبوي فيما يعلم إما السلاجقة، وقيل العثمانيون أدخلوها هناك، وليس لها أصل في الإسلام من ذي قبل، وليست من السنة في شيء. والرسول صلى الله عليه وسلم منع المباهاة والزينة والزخرفة في مسجد صلى الله عليه وسلم وفي المساجد عامة، ومن عنده في ذلك دليل فليأتنا بحجة. فضيلة الشيخ، هل بيع السواك حرام علما بأنه خارج المسجد؟ إذا بيع خارج المسجد فلا بد من ضابط أن يكون قبل النداء الثاني، أما بعد النداء الثاني فيحرم بالإجماع عند أهل العلم أن يباع وأن يشترى بعد النداء الثاني، وأما بيعه خارج المسجد في أي وقت غير هذا الوقت فجائز. ما مدى صحة الرواية التي تقول أن كعب بن زهير أنشد أمام الرسول قصيدته بانت سعاد؟ هذا يضعفه مثل ابن القيم وكثير من المحدثين مثل الذهبي وغيره وابن كثير، ولكنها يعني تنجبر بمجموع طرق وتعتضد أنه وفد، وإلا فالقصيدة صحيح أنها لكعب، ولكن الضعف عندهم هل قالها كعب أمام الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، وإلا فهي له، وقالها في الرسول عليه الصلاة والسلام،
وقال أهل السير إنه أتى في الليل وبات عند أبي بكر وشكى إليه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهدر دمه وقال من وجد كعبا فليقتله، فأتى ببانت سعاد فقلب اليوم متبول أو متيم إثرها لم يفدي متبول إلى آخر ما قال. فضيلة الشيخ، قرأت حديثا يدور حول إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومعناها هو عندما استبدل عليه الصلاة والسلام جذع النخلة بالمنبر، والسؤال ما مدى صحة هذا الحديث وما هو تعليقكم عليه؟ هذا الحديث صحيح عن جابر في البخاري في كتاب المساجد في صحيح البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان له منبر من جذع نخل قديم، فقال لامرأة من الأنصار موري ابنك النجار أن يصنع لي منبرا أكلم الناس من عليه، فصنع له منبر ثلاث درجات وهو السنة، فقام صلى الله عليه وسلم يتكلم على ذاك المنبر الجديد وترك القديم فحن له بصوت مرتفع القديم حتى كأنه أصوات العشار وقال بكاء الأطفال، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، بل هو الحق الصراح وحب الجماد يسري في عروقي حب محمد عليه الصلاة والسلام فكيف بالمؤمنين. يقول الحسن معلقا على هذا الحديث ويذكره مثل ابن حجر: يا عجبا لكم، هذا خشب حن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تحنون له، نسينا في ودادك كل غال فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي لنا شرف النلام وما علينا، ولما نلقكم لكن ذكرا يذكرنا فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. السؤال: ما رأي الدين في إنسان دخلت عليه الصلاة وهو جنوب ولم يجد ماء فتوضأ وصلى وهو على جنب؟ لا، هو ليس هنا وضوء، من دخل عليه الوقت وعليه جنابه وخاف أن يخرج الوقت فيتيمم ويصلي، لأن التيمم إما بمرض وهو العاذر أو بفقدان الماء، وهذا فاقد للماء ويخاف أن يخرج عليه الوقت، وهذه نص عليها ابن تيمية شيخ الإسلام، يقول لأن مداركة الوقت أولى من طلب الماء حتى يفوت الوقت، وصلاته بالتيمم هذا الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه لأنه لم يجد ماء، فإن لم تجد ماء، وفي قراءة أهل العلم القراءة المشهورة فلم تجد ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ما هو ثاني مسجد بني في الإسلام بعد مسجد قباء؟ ثاني مسجد مسجد جواثة في البحرين، والبحرين هي الأحساء الآن، وهو لا زال الآن معمور بعمارة قديمة بأطراف الأربعة، وأسس في عهد عليه الصلاة والسلام، أسسه وفد عبد القيس لما وفدوا عليه صلى الله عليه وسلم وقال من الوفد إلى آخر القصة التي مرت. سؤال: كيف يكون المسجد الآن مدرسة لبعض العلوم المعاصرة؟ اصلا ليس هنا يعني ليست الامر فرضا ان يكون هناك تخصصات في المسجد، لا، على الميسور، وما دام وجد هناك جامعات تقوم بهذا الدور فلها ذلك القدر، لان بعض الامكانيات والملابسات والمقارنات وحاجات بعض العلوم قد لا يتسنى لها المسجد، كوجود بعض المعامل ووجود كثير من الاقسام وغيرها من التخصصات قد لا يتسنى له المسجد، لكن في حالتي ان يكون هناك علم نظري يقرا في حلقات فلا باس، وكثير كسعيد الحلبي قالوا كانوا يدرس علم المثلثات في المسجد، ودرس كثير منهم المنطق في المسجد، والمأمون أدخل كثير من العلوم على المسلمين التي يقول ابن تيمية سوف يسأله الله عن العلوم التي أدخلها على المسلمين، يعني إن بعضها ما كان فيه خير أدخلها في المسجد وقرئت في المسجد. هل يقال لمصلى العيد مسجد؟ لا، مصلى العيد يسمى مصلى ولا يسمى مسجد، لأن المسجد هو ما تعهد فيه الصلاة، إما صلاة في كل يوم مرة أو صلوات الخمس، ولذلك لا يأخذ تحية المسجد، والسنة عند أهل العلم من أتى يوم العيد أو الاستسقاء أن لا يصلي ركعتي تحية المسجد بل يجلس في المصلى بخلاف المسجد، لأن المسجد تعهد عليه وهو اسم مكان لما يسجد عليه، فأخذ هذا اسم يسمى علما مجردا على المسجد. إذا اتخذت حجرة أو مكان معين في إدارة أو في بيت بحيث تكون كمسجد، فهل ينطبق عليها ما ينطبق بحق المسجد؟ هو لا عبرة بالتسميات، العبرة بالمعاني، قد صالة يسمونها صالة وهم يصلون فيها دائما الصلوات الخمس، وعرف عند الدائرة هذه والمؤسسة أن الصلوات الخمس في هذا المكان، إذا تأخذ حكم المسجد لأن المعنى منها أن أصبحت كالمسجد، أما يسميها صالة أو غرفة أو كذا فليس العبرة إلا بالمعنى. هل لدخول الأطفال، وهذا السؤال تردد كثيرا في
المسجد سن معينة وشروط معينة أفيدونا أحمدكم الله؟ الذي يظهر عند أهل العلم أنهم جعلوا السن السابعة هي دخول المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عند أحمد وأبي داود بسند صحيح: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع، فالسابعة وما فوق. الوقت يا أبا عبد الله كذي ننتهي. بقي سؤالي، بعض سائل يقول بعض الجيران يصاحبون أطفالهم للمذاكرة بين المغرب والعشاء في المسجد، ما رأيكم في ذلك؟ إذا انضبطوا وتأدبوا في المسجد فلا بأس، لأن المقصود من منعهم التشويش على المصلين والإزعاج، فإذا انتفت العلة انتفى المعلوم. ورد في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكما تعلم فإن قبر النبي عليه الصلاة والسلام داخل المسجد النبوي، ما هو تعليقك على ذلك؟ أولا في هذا الحديث ثلاث مسائل. يقول أهل العلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والنصارى ليس لهم نبي إلا واحد عيسى عليه السلام، فكيف يجعل صلى الله عليه وسلم لهم أنبياء بالجمع؟ قالوا هذا من التغليب، جعل صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى ثم قال أنبياءهم من باب التغليب، وهو باب معروف في النحو. الأمر الثاني: كيف اتخذوها مساجد؟ قالوا بالعبادة والتوسل والقربات. الأمر الثالث: أما الرسول صلى الله عليه وسلم فعصمه الله عز وجل من ذلك، ولما حضرته الوفاة قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فهو ولو أنهم فيما يزعم بعض الناس، وقد كتب فيها بعض المؤلفون وبعض الناس كما نشرت بعض الصحف يتكلم في هذه القضية في مثل هذه الأوقات، يريد أن يثير الناس بحجية هذا الكلام ليس له أساس من الصحة. أولا أن الله عصم رسوله صلى الله عليه وسلم أن يعبد من دونه سبحانه وتعالى قضاء وقدرا من الله. الأمر الثاني أن غرفته صلى الله عليه وسلم ليست في المسجد، وإنما هي كما يقول ابن القيم مثلثة الجدران في منظومته، وليست أبدا وليس من يصلي متجه إلى الغرفة، بل هو إنما يتجه إلى الروضة وإلى القبلة ولا يتجه إلى غرفته عليه الصلاة والسلام. والأمر الثالث أن أهل العلم من التابعين كسعيد بن المسيب وغيرهم سكتوا عن ذلك، وسكوتهم شبه إجماع، والأمة لا تجمع على ضلالة أبدا، وسكت عنها القرون المفضلة إلى هذا القرن، ولا يمكن أن يجمع الله أمة رسوله عليه الصلاة والسلام على سنة باطلة أبدا. فقل للعيون الرمد للشمس أعين تراها بحق في مغيب ومطلع، وسامح عيونا أطفأ الله نورها بأهوائها لا تستفيق ولا تعي. شيخ عائد، لا بأس، ما حكم التصافح في المسجد بين الأذان والإقامة والكلام أيضا؟ بين الأذان والإقامة لا بأس به، وإنما الأخ يمكن رأى في الفتاوى لابن تيمية أنه قال: والتصافح بعد الصلاة بدعة. والمقصود ابن تيمية ما يفعله بعض الناس الجاليات، كما تعرف في بعض البلدان إذا سلم سلم عن ميمنته وعن ميسرته دائما باستمرار، فجعلوها كأنها من السنة حتى ما تسلم التسليم الثاني إلا ويبدأ معك ولو رآك في اليوم 20 مرة. فهذا يقول ابن تيمية ما كان يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه، والسر في المنع في ذلك لأنها تشوش على الذكر الذاكر بعد الصلاة، إذ السنة أن تستغفر وأن تسبح 33 بقية الأذكار، فإذا اتخذت هذه السنة عطلت الفوائد من الذكر والعبادة، فمنعها ابن تيمية وأهل السنة. وأما بين الأذان والإقامة فالأمر فيه سعة، وقد صافح الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه والقادمين من الأعراب وعانق بعض الناس وتكلم معهم، فالأمر فيه سعة بإذن الله. سؤال الأخير أبارك الله، هل يجوز النوم في المسجد؟ النوم في المسجد لحاجة جائز، وعند البخاري من حديث أنس قال: تغاضب علي وفاطمة، يعني علي بن أبي طالب أبو الحسن أبا الحسن وفاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، فخرج علي فنام في المسجد، فقال صلى الله عليه وسلم: أين هو؟ يعني أين علي؟ قالت: في المسجد، غاضبني فخرج المسجد. يعني بشر مهما بلغوا من الرقي مهما بلغوا من الإيمان لكن يتعاملون تعامل البشر، رجل يغاضب زوجته، فخرج صلى الله عليه وسلم فوجده نائما في المسجد، فأخذ يضربه برجله ضربا خفيفا ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب، قم أبا تراب. كان بنو أمية يعيرون علي يقولون: قم أبا تراب. قال: والله إنها من أحب الكنى إلى نفسي. ثم يقول: وعيرني الواشون أني أحبها، وتلك سكأت ظاهر عن كعارها. ونام صلى الله عليه وسلم في المسجد، في حديث سهل بن سعد أنه اضطجع صلى الله عليه وسلم ووضع رجلا على رجل، وقال ابن عمر في الصحيح: كنت رجلا عزبا فأنام في المسجد. وهذا الأمر وارد للحاجة، أما لغير الحاجة فلا، هناك فنادق وأماكن وبيوت، لكن الإنسان إذا اضطر
ولا وجد مكان للمسجد فله أن ينام كما فعل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. في الختام نشكر فضيلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة، كما نشكر إدارة النادي ونشكر السادة الحضور، ولا يسعنا إلا أن نختم بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك.